بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا كنا الحقيقة ماشيين بندرس في سفر الملوك، وزي ما إحنا عارفين إن بيبقى في اجتماع تاني بندرس فيه العهد القديم يوم الأربع، فخلصنا الملوك الأول، والملوك التاني إن شاء الله يدرس في يوم الأربع، ونرجع تاني في عشية السبت ناخد من العهد الجديد. النهاردة إنجيل العشية فصل جميل جدا جدير بأن احنا نقف قدامه ونتأمل فيه. إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح 14 بيقول: وكان يقول المدعوين مثلا وهو يلاحظ كيف كانوا يختارون المتكئات الأولى. دايما ربنا بيلاحظ اختياراتنا، واختياراتنا بتكشف عن ميولنا وعن المستوى اللي احنا بنفكر بيه. كل حاجة ربنا بيلاحظها وبيقيمها. اختيارات الإنسان من الحاجات المهمة اللي احنا لازم نقف عندها، لأن الإنسان المتضع اختياراته متضعة، والإنسان المتكبر اختياراته متعظمة. صحيح الإنسان في حاجات ما اختارهاش، زي بابا ومامته، زي ظروفه العائلية أو الجينات الوراثية اللي ورثها، وفي حاجات تانية في أثناء حياته بيختارها. لكن لو جينا نتأمل في السيد المسيح نفسه، ما نقدرش نقول إن في حاجة هو ما اختارهاش. كل ما حدث في حياته على الأرض حاجات هو اللي مختارها بكل التفاصيل. هو اللي مختار فتاة يتيمة بسيطة فقيرة عشان تكون أم لي، وهو اللي اختار المزود الذي لا يصلح للبشر علشان يتولد فيه ويكون مكان استقباله، وهو اللي اختار العيلة البسيطة اللي بيعولها نجار عجوز عشان تبقى هي العيلة بتاعته، وهو اللي اختار مجموعة تلاميذ بسطاء من أبسط الناس في المجتمع، ناس على قدهم جدا ماديا وثقافيا ووزنا قدام المجتمع. اختارهم دول يبقوا تلاميذه، هم دول يبقوا خاصته، هم دول يبقوا اللي حواليه، وهم دول اللي هيحملوا البشارة بملكوته. حاجة عجيبة جدا. هو اللي اختار مدن بسيطة يعيش فيها زي الناصرة اللي قيل عنها انه من الناصرة يخرج شيء صالح، وهو اللي اختار بعض البلاد التانية زي كفر نحوم والقرى اللي كان بيكرز فيها. هو أيضا اللي اختار أنه يخلصنا بطريقة صعبة جدا جدا ومهينة لأي إنسان، أنه يقدم نفسه ذبيحة على الصليب. اختيارات ربنا كلها اختيارات متضعة بتكشف عن قلبه المتضع. عشان كده احنا محتاجين نراجع نفسنا، احنا اختياراتنا ايه؟ على رأي معلمنا بولس الرسول لما بيقول في روميا 12: غير منقادين إلى الأمور العالية بل منقادين إلى المتضعين. رايحين فين بفكركم؟ في ناس بتفكر في التباهي وفي المظاهر، تحب تقرب من العظماء، عظماء الدنيا يعني اللي هم بياخدوا لهم يومين ويتحولوا لتراب وعظمتهم بتنطفي. لكن في ناس غاوية كده، يتعامل مع فلان باشا
ومعالي فلان وفلان بي، ويحب انه يكون ناس معارفه دول الحاجات الكبيرة، وفي ناس تانية يحتقرهم ويكلمهم بتعالي وانظر لهم من فوق لتحت. يا ترى احنا اختياراتنا ايه؟ المسيح بيراقب اختياراتنا دي، بتكشف عن ميول قلوبنا، هل هي متضعة زي سيدنا الوديع المتواضع القلب، ولا ميولنا مختلفة عن ميول سيدنا وربنا يسوع وماشيين في اتجاه تاني وبنفكر في اتجاه التانية. اختيارات المسيح انه كان ينزل تحت الرجلين ويخدم. يا ترى احنا اختياراتنا نقعد على الكراسي العالية وتتسلط علينا الأضواء؟ احنا ماشيين في انه سكة؟ هو متضع واللي بيمشوا في سكته هم المتضعين بس، الباقيين حتى لو كانوا جوه الكنيسة دول بره الطريق، اختياراتهم كلها اختيارات عالية ومتكبرة. فالسيد المسيح واقف يلاحظ وشايف الناس كلها بتجري تتنافس وتتزاحم على المتكئات الأولى. طب هتاخدوا ايه من المتكئات الأولى؟ أمور الأرض تختلف تماما عن أمور السماء. أمور الأرض زمنية، أمور السماء أبدية. أمور الأرض بتنقلب سريعا وتنزع من الإنسان، أما النصيب السماوي الصالح لا ينزع من الإنسان. بتتخانقوا على إيه في الأرض؟ على المتكئات الأولى، على مين يسبق ومين يطلع في الصورة ومين يقعد الأول ومين ياخد النصيب الأكبر. النتيجة إن إحنا نخسر بعض ونتخانق مع بعض، ويمكن لو أخذنا المكان بعد شوية ألاقي واحد يقول لي لا معلش اتفضل ورا لأن المكان ده بتاع واحد تاني أفضل أو أكرم. وده اللي قاله لنا السيد المسيح، الكثيرون أولون يكونون آخرين، وكثيرون آخرون يكونون أولين. يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان أباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات، وبنوا الملكوت أصحاب الاختيارات المتكبرة يطرحون خارجا. اللي كانوا فاكرين نفسهم ضامنين، اللي لهم أسماء بترن، اللي كانوا بيدوروا على مجد نفسهم مش مجد ربنا، داخلين يخدموا علشان يبقى لهم اسم، عشان يتحط في التايتل بتاعه ان فلان هو عضو المجلس الفلاني وهو امين الحزب الفلاني وهو امين الصندوق في الحاجة الفلانية وهو الرئيس او مدير الجمعية الفلانية. ايه ده؟ ده داخل علشان بيدور على مجد نفسه، بيدور انه يزيد. السيد المسيح واقف يراقب اختياراتنا، واقف يراقب واحد زي الفريسي اللي داخل متصدر بصدره بيقول له اشكرك لاني لست مثل باقي الناس، انا رجل دين منذ صباي وعيلتنا عيلة يعني، ولست مثل باقي الناس الظالمين الخاطفين الزناة. حطت نفسه في مستوى والناس تحت الرجلين، ولا مثل هذا العشار. حتى الناس اللي جوه الكنيسة معاه مش بيقول كويس ان في ناس بتيجي الكنيسة وربنا يباركهم، لا ده بيدين الناس اللي جوه الكنيسة، بيبص للعشار ويحتقر وحطت نفسه فوق وحطت العشار تحت. ولا مثل هذا العشار، انا بعمل وانا بسوي. اما العشار اللي وقف من ورا واختار المتكئ الاخير وما قدرش يرفع عينه للسماء وقرع صدره وقال له اللهم ارحمني فاني خاطئ، يعني بالتالي هو ما شافش الفريسي اصلا، هو داخل مركز على ربنا ومركز على خطيته ومركز على احتياجاته الروحيه، انه محتاج رحمه ومحتاج غفران.
واقف في آخر الصفوف عشان حاسس بعدم الاستحقاق داخل الكنيسة، وحاسس بعدم الاستحقاق. وده اللي كان معلمنا داود النبي بيقوله وهو بيصلي المزمور، يقول: أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. ده رحمة من عندك ونعمة من عندك إنك عطيتني الفرصة إن أنا أدخل وأسجد أمام هيكلك. فالعشار الشاعر بعدم الاستحقاق ده، اللي طلب مراحم ربنا، اللي مش قادر يرفع عينه للسماء من شعوره بعدم الاستحقاق، يقول عنه السيد المسيح أن هذا خرج مبررا دون الفريسي. خرج مبررا، أدي الآخرون اللي يصيرون أولين. والفريسي اللي فكر نفسه نمرة واحد بقى زي ما دخل زي ما طلع وأخذ دينونة. فربنا واقف يراقب الناس بتختار إيه، تختار إيه، يا ترى إحنا بنختار إيه؟ نختار النصيب الأكبر، بنختار الكرامة، بنختار إن إحنا نتجمل قدام الناس، بنختار إيه يا ترى؟ بنختار مجد العالم ولا مجد الله؟ بنختار النصيب الأرضي ولا النصيب السماوي؟ بنختار يكون لنا رصيد في الأرض ولا يكون لنا رصيد في السماء؟ بنختار إيه؟ إحنا عينينا على إيه؟ أوعى يكونوا يعني نكون في حد مش واخد باله ولسه بيجري ورا المتكئات الأولى. السيد المسيح كلامه هنا جميل جدا وواضح وبدأ يتفهم معاه. قال لهم: لو انتوا حابين تختاروا خليكوا دايما متضعين في اختياركم. او زي ما معلمنا بولس الرسول قال في رومية 12: مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. يعني فضل اخوك عليك وخد انت خطوة لورا، قدم اخوك يقوم ربنا يقدمك. وبعد كده قال: كل من يضع نفسه يرتفع وكل من يرفع نفسه يتوضع. طب يا رب، والاتضاع ده حاجة مهمة؟ طبعا طبعا جدا. أول حاجة الاتضاع بيدخلني في سكة المسيح المتضع. تاني حاجة اللي بيهتم إنه يتواضع مع المسيح يتمجد أيضا مع المسيح. تالت حاجة إن المتواضع اللي بيتنازل عن الكرامة بتاعت الأرض بياخد كرامة السماء. ايضا المتواضع الشيطان ما يطولوش، بس الشيطان ما بيعرفش يوطي. على راي احد الاباء لما قال: لو الانسان واقف ممكن لو حد زقه يقع، لكن لو واحد قاعد على الارض هيقع فين؟ ده ما يقعش. فالشيطان ما يطولوش، زي ما مر الانبا انطونيوس كان ساعات ربنا يكشف له بعض الامور كده، فهو بيتأمل كده في البرية وبيبص في الصحراء الواسعة، بص لقى منظر مزعج، فخاخ شياطين منصوبة على كل الأرض. فصعب عليه وتنهد كده ورفع قلبه لربنا وقال له: يا رب من يفلت من هذه؟ فسمع صوت بيقول له: المتضعون يفلتون. فالمتواضع يفلت من كل فخاخ الشيطان. أيضا التواضع يرسم صورة المسيح في الإنسان، لأن المسيح متواضع. فكلما الإنسان يتضع واختياراته تبقى متضعة، تبص تلاقي ملامح المسيح بدأت تظهر فيه بشكل أوضح وأجمل.
مره الانبا بخوميوس اب الشركه تلاميذه قاعدين معاه فقالوا له من فضلك يا ابونا قل لنا منظر حلو من المناظر الجميله اللي انت بتتعزى بيها وربنا بيعزيك بيها. كان معروف عنه انه احيانا ربنا بيكشف له كده مناظر سماويه معزيه. فهو كان متضع جدا، قال لهم انا انسان خاطي وخاطئ مثلي لا يرى مناظر، اما اذا اردتم ان تبصروا منظرا روحانيا فابحثوا عن انسان متواضع القلب وطاهر، وعن افضل من هذا المنظر لا تبحثوا، لانكم سترون فيه المسيح. شوفوا انسان متضع القلب وطاهر، ده تشوفوا فيه المسيح. ايضا التواضع في مواجهه المواقف اللي فيها تحديات وواحد بيعلي الموجه كده، اول ما الانسان يتواضع تبص تلاقي الموجه العاليه دي تتكسر. صحيح تتكسر. كنت بقرا ايه في سفر الامثال النهارده بالمعنى ده، ان الكلام اللين يكسر العظم. يا ده العظم عايز حاجه تقيله عشان تدق، العظم حاجه تقيله ونشف. لا الكلام اللين يكسر العظم. انسان المتواضع يكسر الكبرياء، او زي ما احد الاباء قال التواضع يكسر جميع فخاخ الشياطين. التواضع يكسر جميع فخاخ الشياطين. احد الاباء تاني قال التواضع خلص الكثيرين بلا تعب. الانسان المتواضع بيفلت. الانسان ده اللي بياخد المتكئ الاخير زي العشار، مضى الى بيته مبررا لانه انسحق بقلبه قدام الله. ويمكن ده اللي الكنيسه بتعلمه لنا باستمرار، نصلي في المزمور 50 القلب المنكسر المتواضع ايه لا يرزله الله. فدايما نقول له الذبيحه لله روح منسحق، عشان نفتكر في كل وقفه صلاه ان احنا نبقى منسحقين قدام ربنا. ايضا التواضع بيقول عنه الاباء ان هو ارض حامله للفضائل. ارض حامله للفضائل يعني زي ما يكون في حته ارض خصبه، اي حاجه تزرعها فيها تطلع بسرعه وتطلع حلوه. في ارض تلاقيها بور وتربتها مش كويسه، املحها كتير، رملتها او تربتها مش طينتها مش كويسه، تيجي تزرع فيها حاجه ما تطلعش، وان طلعت تطلع ضعيفه او تموت. هكذا الانسان المتكبر، تربه غير صالحه للزراعه، تزرع فيه الوداعه ما تطلعش، تزرع فيه كلمه سلام ما تطلعش، تزرع فيه المحبه ما تطلعش، متكبر، ارض غير صالحه. عشان كده احنا محتاجين نراجع نفسنا. احنا بنسمع عظات كتير، يا ترى المشكلة عندنا؟ طب ليه ما بنطلعش ثمر كويس؟ الأرض بتاعتنا صالحة للزراعة ولا لا؟ قلوبنا متضعة ولا لا؟ القلب المتضع تزرع فيه أي حاجة تطلع، تلاقيه فرحان بالكلمة، يسكنها في قلبه ويثمر بالصبر زي ما قال السيد المسيح عن الأرض الصالحة. أما الإنسان اللي مش متضع، أرض ناشفة محجرة، يا إما الطيور تيجي تاخد الكلمة يعني الشيطان يخطفها والإنسان ينساها، أو البذرة تيجي تطلع تصطدم بالحجارة اللي موجودة وتتحرق مع الشمس، النبتة تتحرق وما تطلعش. أما الاتضاع فيجعل القلب أرض حاملة للفضائل، أرض حاملة للفضائل. الروح القدس يرتاح في مثل هذا القلب تبتدي الفضائل تظهر فيه. فالسيد المسيح همه جدا الموضوع ده، عشان كده واقف يراقب. هم هيقعدوا السيد المسيح فين؟ اكيد هيقعدوا قدام، لا تلاقي العزومه دي علشان، لا هو همه في الاول يشوف الناس بتختار ايه. عشان كده قال لهم لما تدعوا الحاجه ما تاخدوش النصيب الاكبر، ما تاخدوش المتكئ الاول. تقول لي يا ابونا يعني احنا لما ندخل الكنيسه
كلنا نتزاحم بقى على المتكئ الاخير، نقعد في اخر دك. لا طبعا، الموضوع مش بالحرف ولا بالشكل، بالعكس. يعني في كنيسه طويله زي بتاعتنا دي، افضل حاجه ان الانسان يقعد قدام عشان يركز مع ربنا، لان في ناس هتقعد ورا هتتشوشر، مش شايفه كويس، وناس داخله وناس خارجه، مش هتعرف تركز مع ربنا، قدامها زحمه. اما اللي قاعد مركز قدام فده بيستفيد اكتر طبعا. فالموضوع مش بالشكل. ياما ناس روحهم متضعه مش بالشكل، ممكن يكون ربنا رافعهم لاعظم المناصب، لكنهم من الداخل متضعين وعندهم استعداد يخدموا الناس ويبقوا تحت رجليهم الكل. زمان سنة 79 لما أبونا بشوي كامل اتنيح في مارس 79، فكانت المنطقة من محطة الإبراهيمية لمحطة سبورتينج الصغيرة مقفولة بالناس، يمكن البعض شاف الصور. ففي راجل من رجال الدولة راح عشان يعني عدى كده، فشاف المنظر فاستغرب جدا، فبيقول لواحد زميله، بيقول له ايه يعني الراجل ده، يعني الناس دي كلها متزحمه ليه كده؟ قال له الراجل ده انا اتعرفت عليه، والناس الكتيره دي والحزن ده على فراق شخص زي كده، ده مش كتير، ده قليل عليه. قال له يعني ايه يعني، كان ايه يعني، بيعمل ايه؟ قال له الراجل ده لو انت حتى ما تعرفوش وطلبت منه انه ينزل يربط لك رباط الحذاء بتاعك، كان لن يتردد انه ينزل ويربط لك رباط الحذاء من غير ما يفكر. كان عنده استعداد يخدم الكل بروح متضعة وحب، اللي بيقول كده شخص غير مسيحي. فده منهج السيد المسيح، منهج السيد المسيح منهج المتضعين، اختياراته متضعة، ونفسه كمان احنا تكون اختياراتنا متضعة. عشان كده الانسان المتضع ما يزحمش على منصب ولا على سلطة، وما يتمسكش بأمور العالم، يقول لك انا هنا قبل فلان، ازاي ياخد مني المفتاح، ازاي هو اللي يمثل الهيئة ولا الكنيسة وأنا ما اختارونيش، إزاي هو أصغر مني ويبقى هو الرئيس بتاعي، إزاي؟ ده مش منهج المسيح. منهج المسيح الاختيارات المتضعة، وإن أنا أقدم أخواتي مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. واللي بيقدم اخواته في الكرامة ده هو اللي بياخد الكرامة من الله، لأن ليس من يمدحه الناس هو المزكى، بل من يمدحه الرب. مش بيدور يتمدح من الناس ولا تحيات من الناس، لكن بيدور على المجد من ربنا. ويمكن كلنا فاكرين توبيخ السيد المسيح للفريسيين لما كان بيقول عليهم ان هم بيحبوا التحيات في الأسواق، وبيحبوا ألفاظ التعظيم، والناس تقف لهم وتقول لهم يا سيدي يا سيدي، واتكلم عنهم إن هم كانوا بيقبلوا المجد من الناس، والمجد الذي من الإله الواحد لا يطلبونه. فده كان طبعا بيضعف إيمانهم وبيضعف حياتهم الروحية جدا. عشان كده السيد المسيح عايزنا نبقى منقادين الى المتضعين. وبعدين بدا يدينا نموذج عملي، فقال ايه؟ قال وانت اذا صنعت غذاء او عشاء فلا تدعو اصدقائك ولا اخوتك ولا اقربائك ولا جيرانك الاغنياء. يقول لك انا داعي السيد المحافظ للاكليل بتاع ابني، أنا داعي السفير الفلاني والوزير الفلاني،
ويفتخر. كل افتخار مثل هذا باطل. ادعي زي ما انت عايز بس ده افتخار باطل. سيد المسيح كلام واضح هنا: لا تدعوا الأغنياء لئلا يدعونك هم أيضا فتكون لك مكافأة، بل إذا صنعت وليمة فادعوا المساكين الجدع العرج العمي. يا المعاقين الغلابة خالص، فيكون لك الطوبة إذ ليس لهم حتى يكافئوك، لأنك ستكافئ في قيامة الأبرار. هنا السيد المسيح بيلفت نظرنا حاجة مهمة جدا، إن مجد السماء لو خدناه على الأرض هناخده بالعملة الأرضية التافهة ويضيع علينا. لا، إحنا مش عايزين بالعملة بتاعت هنا، إحنا عايزين المجد في السماء. فمش عايزين مكافأة من الناس، مش عايزين نستوفي أجرنا وإحنا هنا على الأرض، عايزين ناخد الأجر كله في السماء. فالسيد المسيح حريص إنه يوعينا إن أي عمل محبة هتعمله ده ليك رصيد في السماء، لكن ممكن تاخد أجره على الأرض ويروح عليك في السماء. لا، يبقى أنا أخلي بالي أعمله في الخفاء، أدي حاجة. حاجة تانية إن أنا أعمله مع حد ما يقدرش يردها لي، ما عندوش، فمش هيردها لي، يبقى كده تترد لي في السماء. في حين المنطق بتاع العالم اللي احنا يمكن بنشوفه انه بيجاملوا بعض، الكبار يجاملوا بعض لكن الصغير محدش يهتم بيه. طب ده اللي محتاج، انت بتجامل فلان وبتديله، هو مش محتاج حاجة، عايز تكبر نفسك قدامه، انت بتخدم نفسك وبتمجد نفسك. وايه قيمة العطاء بالمنظر ده؟ ده انت تدي للغلبان اللي محتاج، اللي مش هيقدر يردها لك، ولما ما يردها لكش تترد لك في السماء بالعملة السماوية بمجد ليس من هذا العالم. عشان كده السيد المسيح عايزنا نبص واحنا بنعمل المحبة، نبص لفوق ونعمل محبة مع ناس وما ننتظرش الأجر، مع ناس ممكن ان هم يكونوا محتاجين جدا وماش هيقدروا يردوا لنا حاجة. تقول لي بس احنا نجيب الناس من الشارع ندخلهم البيت؟ مش معقول يعني، ما النهارده بنا الدنيا ما فيهاش امان، نجيب الناس ازاي؟ اقول لك في الوقت اللي كان بتاع السيد المسيح كان ممكن، وايام جدودنا في الصعيد وفي البلاد الريفيه البسيطه كان يحبوا جدا يعملوا وصيه الانجيل دي بحذافيرها، يجيبوا الناس ويأكلوهم. وساعات يعملوها بشكل ايه؟ يقول لك احنا النهارده 12 في الشهر القبطي تذكار رئيس الملائكه ميخائيل، نعمل وليمه على اسم الملاك ميخائيل وبركه الملاك ميخائيل، ونوزع اكل ويعملوا وليمه ويجيبوا فيها الناس. حاجه جميله فضل منها الايام دي فطير الملاك ده، البواقي يعني، ده اللي فضل من الولائم اللي كان جدودنا بيعملوها زمان. عارف ان الغلبان او المسكين او الفقير ما بياكلش اكله حلوه، بيقضي يومه باقل حاجه كده وخلاص. في ناس بتملى بطنها باي حاجه ويمكن ما بتملاش بطنها خالص، فيقول على الاقل مره في الشهر اوكله اكله حلوه، وعارف طبعا انه مش هيقدر يردها لي، فانا اكافئ في قيامه الابرار. شوفوا جدودنا كانوا واعيين ازاي. تقول لي يا ابونا برضو بس ما قلتلناش، طب احنا نعمل ايه دلوقتي؟ لا، دلوقتي في عندنا افكار كتيره ممكن نعملها. صحيح احنا ما نقدرش نجيب اي حد غريب النهارده بندخله البيت، صعب، لكن نقدر نجهز اكل، والكنيسه عارفه الناس المحتاجه وتتوزع الحاجات دي. كنا بنفكر ونفذنا يعني لفتره من الفترات الفكره ان في بعض البيوت مش بس بتحتاج معونة شهرية مادية، أحياناً ما بيبقوش عارفين يدبروا نفسهم بيها كويس، فنخلي مع المعونة الشهرية معونة غذائية تتحط لهم في كرتونة فيها حاجات أساسيات بتاعة البيت، وتنتقى بعناية وتتقفل بشكل كويس قوي، وتروح لهم
في الخفاء لحد بيتهم. في ناس بتعمل كده، في ناس بتفكر في كده. وممكن ان احنا ننسق مع الكنيسة او مع احد الاباء لأسر محتاجة، تروح لهم الحاجة لحد عندهم معززين مكرمين ومحدش هيعرف مين اللي ودى. في افكار تانية كتير احنا ممكن واحنا بنعمل مثلا عيد ميلاد لحد من ولادنا ولا حاجة، بننسى البواب او بننسى ساعات الجيران او بننسى اللي ساكنين فوق السطح. احنا منطقتنا دي فيها ناس كتيرة ساكنة فوق السطح، وننسى بعض الناس الغلابة. ربنا في العهد القديم وهو بيوصي ولاده شعب اسرائيل وقتها كان يقول لهم اوعوا تنسوا الغريب واليتيم والأرملة. لما تيجي تحصد القمح بتاع الحقل بتاعك ما تعدش عليه، سيب اللي وقع، سيبه اللي نسيته، سيبه الأطراف، سيبها ما تحصدهاش أصلا، سيبها. خلي الغلبان ياخد، خلي المسافر الغريب ياخد، خلي لو في حد غلبان هيلم من ورا الحصادين ياخد. فربنا كان بيهتم جدا بالنوعيات دي ويقول لهم علشان يبقى حياتكم فيها بركة وغلاتكم فيها بركة. فاحنا لازم نكون بنهتم، مش احنا الحمد لله مستورين ونشكر ربنا وعندنا كمان بزيادة والحمد لله. طب والغلبان؟ طب واللي في ظروف صعبة؟ طب واللي عندهم ظروف مرضية وعندهم عملية هتتكلف؟ واللي عندهم حالة وفاة وعندهم شوية مصاريف؟ واللي عندهم بنتهم بتتجوز ولا ابنهم بيتجوز وظروفهم برضو صعبة؟ طب والناس اللي حوالينا اللي ربنا بيبعتهم في سكتنا وبنعرف ان دول في ضيقة واحنا ربنا موسع علينا، طب دول ما نهتمش بيهم؟ عندنا افكار كتير نعملها بحيث ان احنا ندي لناس مش هيقدروا يردوا لنا. ده مكسب كبير بقى، مكسب كبير، لاننا سنكافئ في قيامة الابرار. انا خايف اقول ان الافكار بتاعه السيد المسيح دي غايبه عن جزء كبير من الناس النهارده. يفتخر ان هو صرف 300 و400 ألف في حفله اكليل بنت ولا ابن، ويفتخر ان هو جاب وسوى وحجز مش عارف فندق ايه وحجز ايه وعمل ايه، ويفتخر ان هو له علاقات بفلان ونقعد نفتخر ونجيب فلان ونجيب علان ونعزم بعض ونجامل بعض. دي الأموال اللي لما بتتحط في ايدينا دي وزنة نبددها بالطريقة دي، ولا ربنا حاططها في ايدينا علشان نشوف مين المحتاج ونكفلهم احتياجاتهم ونشجعهم ان هم يقفوا على حيلهم؟ ربنا مش عاطي الأموال للناس علشان تلهو بيها يمين وشمال وتصرف ببزخ أو تجامل بعض وتاخد كرامة. أخدوا كرامتهم على الأرض، بيقول عنهم السيد المسيح الحق أقول لكم أنهم قد استوفوا أجرهم. نقطة أخيرة، واحد من المتكئين فهم، قال صحيح ده المجد في السماء يبقى أعظم بكتير من مجد الأرض، وإن إحنا لما نعمل أعمال محبة وأعمال رحمة في الأرض ناخد في السماء مجد وفرح. فبيقول إيه؟ الطوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت الله. السيد المسيح معلقش على الكلمة دي، معناها إن هو فرحان بيها. يعني الإنسان ما يدورش على ماذا يأكل في الأرض، يدور على العرس السماوي، يدور على ماذا سيأكل في السماء. طبعا السماء ما فيهاش أكل مادي، الأكل بتاع السماء والغذاء بتاع السماء حب وفرح وتسبيح وتهليل ومجد ونور. خبز السماء حاجة تانية. طوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت السماوات. يا بخت الإنسان اللي عينه دايما على السماء، حتى هو قدامه الأكل في الأرض عينه على السماء.
يمكن اللي فينا يعني بيصلي صلاة قبل الأكل موجودة في الأجبية وسهلة إن إحنا نصليها ما تاخدش دقيقة، اللي هي بدايتها تباركت يا رب يا من تعولنا منذ حدثت، فيقول فيها ارفع عقولنا إليك لطلب طعامنا الروحي غير البائد. يعني وإحنا قدام الأكل الأرضي بنطلب من ربنا يرفع عقولنا وقلوبنا لطلب طعامنا الروحي غير البائد، نبقى دايما عينينا في السماء. لما بنبص على حاجة على الأرض بنفتكر إن لها مثيل في السماء بس بمستوى أعظم بكتير، فنفكر في المثيل اللي في السماء. وإحنا على الأرض لابسين لبس، في السماء هنبقى لابسين المسيح، لابسين بره ولابسين مجده. وإحنا على الأرض عندنا شوية ممتلكات كده تافهة وهتتاخد مننا، لكن في السماء هنمتلك المسيح ونفرح بيه وهكذا. وإحنا على الأرض قدامنا أكل، في السماء كمان لينا غذاء بنعيش عليه إلى الأبد نفرح بيه. طوبى للإنسان اللي عينيه على السماء، اللي حاطط عينه على الميدة السماوية، اللي بيحوش فيها وبيحول كل رصيده على الأرض بيحوله على السماء. موقف جميل للسيد المسيح، في تعليم جميل عن الاتضاع، في تعليم جميل عن كيف يكون لنا رصيد في السماء وما يضحكش علينا وناخد أجرنا على الأرض، وأيضا إزاي يبقى سلوكنا في الاحتفالات وفي الولائم، وأيضا بيلفت نظرنا إن يكون اشتياقاتنا لنصيبنا السماوي وكيف سنتغذى في السماء ونفرح في السماء، ويكون ده هو اشتياق قلوبنا واشتياق عقولنا، وهو ده اللي احنا حاطينه في اعتبارنا قبل أي حاجة من أمور الأرض. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد.